أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، من أولاده إسماعيل وإسحاق. أكثر الأنبياء المذكورين في القرآن هن من سلالة إسحاق، مثل يعقوب ويوسف ويونس وهارون وموسى وإلياس واليسع وداود وسليمان وزكريا ويحيى إلى عيسى. إلا نبي الهدى محمد هو من إسماعيل. انظر إلى عظمة النبي محمد. بحثت في سلالة النبي محمد من أوله إلى آخره فلم أرى بين النبي محمد وإسماعيل أي نبي ورسول، لأن النبي محمد هو ابن الذبيحين إسماعيل وإبراهيم. افتح القرآن من أوله إلى آخره، في سلام على إلياسين، في سلام على إبراهيم، في سلام على موسى وهارون، في سلام على المرسلين، بس ما في سلام على محمد، في صلاة على محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فصلوا على محمد. إذا كان يوسف قد نال شطر الجمال، فإن الذي نال الجمال كله ما ناله سوى محمد. وإذا كان موسى قد شق البحر، فإن الذي شق القمر هو محمد. وإذا كان عيسى قد أحيا الموتى، فإن الذي أحيا قلوب الموتى هو محمد. وإذا كان يوسف عزيز مصر، فإن عزيز الدنيا كلها ما نالها سوى محمد. وإذا كان سليمان قد سخرت له الجن، فإن الذي سخرت له الملائكة هو محمد. وإذا كان موسى قد أخرج الماء من الحجر، فإن الذي أخرج الماء من أصابعه هو محمد. فصلوا على محمد.